طيب اذا احنا مشينا لحد الان بهاي وطلعنا البي تبعت اللود الباور تبعت اللود اللي باخذها وطلعنا الفاندمنتال طلعنا الفاندمنتال وطلعنا كل الهارمونيكس تبعت هذا الكلام. خلينا الان نحسب راح اخلي هلا هذول موجودين وراح اخلي هذا الرقم موجود فعندي هون هلا راح احط خط هون وهذا اي ار ام اس الكرنت الكلي 7.216 امبير. خليني امحي هذا. هلا نطلع على الفولتج ويف فورم والكرنت ويف فورم، هل هم ساينوسويدال؟ طبعا لا مش هيك، هذه هي سكوير ويف، ما في شيء سكوير ويف مباشر من بلس لماينس ومن ماينس لبلس، وعندي هاي حتى مش ترانجلر ويف فورم، تقترب من الترانجلر ويف فورم. السؤال اللي بنساله احد الطرق حتى اعبر فيها انه قديش هاي بعيده عن الساينوسويدال، نحكي التوتال هارمونيك ديستورشن، التوتال هارمونيك ديستورشن بقدر احكي عنه لاي سيجنال. مش شرط انها تكون فولتج او كرنت، اي سيجنال انت بترسمها بتمثل كرنت او فولتج او اي شيء، بقدر اطلع هاي السيجنال واطلع رقم يمثل قديش هي فيها ديستورشن، قديش هي مشوهه. ماشي واضح؟ مش هذا بفيدنا؟ يعني ممكن انا اجي لشركه كهرباء اقول له انا فحصت الفولتج تبعك، او زي ما عمل محمود منصور في عنده كم فيديو بنحاول نطلع عليهم. جاب الساينوسويد اللي بالسبلاي وطلع عليها، هي شكلها للوهله الاولى بيشبه الساينوسويد، بس لو حللتها بشكل دقيق شو لقينا فيها؟ ايش كان فيها فيث؟ فيها 250 هرتز وعلى 5th و 7th مثلا. هلا معظم هذول راح تطلع عليهم راح تلاقي فيهم 5th و 7th ولا حد اقل 11th و 13th، وفي سبب ليش هذول 5th و 7th و 11th و 13th. فانا بامكاني ارجع لشركه الكهرباء اقول العقد اللي بيني وبينك بقول ان التوتال هارمونيك ديستورشن ما لازم يزيد مثلا عن 6% او 4%، مش هيك؟ لانه شكل الويف فورم تبعتك مش ساينوسويدال. هذا الميجر اسمه التوتال هارمونيك ديستورشن، هو المعتمد بالصناعه، هو المعتمد دائما انه اعبر قديش بعبر عن التوتال هارمونيك ديستورشن في سيجنال بقول لي قديش فيها هارمونيكس. هلا هي تساوي هي لا تساوي الباور، بس انا راح ابدا من الباور. ايش تتوقعوا الباور في ايش اللي موجوده؟ شو اللي بسبب الديستورشن في السيجنال؟ مين هم؟ الهارمونيكس. اذا ايش رايكم كمنطق لوجيكال يعني هيك ناخذ الباور الموجود في هالهارمونيكس ونقسمه على باور فاندمنتال. فممكن اجي اقول الباور اللي موجود في الهارمونيكس على بس احنا بناخدش باور، شو بناخد؟ بدنا نعبر عن اوكي؟ هي انا بديت فيها من فيرست برنسبلز عشان ما تنساها، هي كاني بقول ايش الباور الموجوده بالهارمونكس على الباور الموجوده بالفاندمنتال. هلا الباور الموجوده بالهارمونكس بقدر اعبر عنها كانها اي ار ام اس هارمونكس اتش سكويرد مضروبه في ار، وهاي كانها اي ار ام اس فاندمنتال راح احط واحد تحتها مربعة مضروبة في R تحت الجذر، فـ R عندي هون رح تروح مع R، مظبوط؟ طيب هذه واضحة I R M S وهي موجودة عندنا على فكرة، هيها في هاي السيجنال مثلا، هاي لمين؟ للكرنت ولا للفولتج؟ هاي للكرنت. طيب هذه من وين بدي أجيبها اللي فوق؟ الباور الموجودة بالهارمونكس أو I R M S اللي بتمثل الهارمونكس. كيف؟ مجموع إيش؟ مجمع بربعهم وبحطهم تحت الجذر، فهاي بتصير عندي. هلا هاي بقدر اطلعها برا او ممكن اخليها جوا، مش بقدر اطلعها برا الاي ار ام اس اي 1 ار ام اس تربيع، فوق شو بدي احط الان؟ هلا هون بدي شيء يعبر عن الباور الموجوده في كل الهارمونكس، فبقدر اربعهم كلهم واجمعهم واحطهم تحت الجذر، مش هيك؟ ايش؟ اسف هاي طلعناها برا بطل فيها تربيع. هذول بصيروا عندي اي هلا في الحالة ها أو هو راح يبدو من 2 ار ام اس تربيع زائد في الحالة العامة اي 3 ار ام اس تربيع اي 4 ار ام اس تربيع، والمفروض أظل ماشي لإمتى؟ هاي بتمثل لي الديستورشن الموجودة بالسيجنال. احنا ما هي ما طلعت باور، هي جذر الباور، جذر الباور على جذر الباور عشان بس أقدر أستعمل اي، وبالفي نفس الحالة. هلا الفي هاي كمان مشوهة لا تمت للساينوسويد بصلة، مظبوط؟ فيها فاندمنتال وفيها ثيرد وفيفث وسيفنث، وبقدر اعبر عنها بنفس الطريقه. اذا كمان بقدر اقول هذه طبعا تي اتش دي هون، هاي طلعت للكرنت يعني هاي تي اتش دي اي، ونفس الشيء بقدر اجيب تي اتش دي في، شو بيساوي؟ بيساوي الجذر التربيعي لفي 1 لا عفوا لفي 2 ار ام اس تربيع زائد في 3 ار ام اس تربيع على في 1 ار ام اس تربيع. طبعا اذا كانت هي بيور ساينوسويد شو بيصير هذا الرقم عندي هون؟ نفس السيجنال
يعني شو بتصير هذا الرقم التوتال هارمونيك ديستورشن للسيجنال؟ رح يصير زيرو لان هدول كلهم زيروز مش هيك، وهذه لها رقم، هدول رح يصيروا زيرو، زيرو على رقم رح يعطيني زيرو. فالبور بيور ساينوسويدال قديش التوتال هارمونيك ديستورشن لها؟ رح يكون زيرو مش هيك؟ اللي تحت هدول 40. اسف انا بضل اروح على اللي تحت تحت. صار عندي هذا كانه فولتج في ار ام اس على في ار ام اس او اي ار ام اس على اي ار ام اس. اوكي؟ اذا هلا بنقدر نحسبهم لهدول نشوف. نبدا بالفولتج، خلينا ناخذ هاي ونحسب الفولتج تبع هذه الويف فورم. هلا هاي الفولتج احنا بنعرف نحللها مش هيك؟ خلينا نذكر حالنا كيف بنحللها. لو بدي احللها من هون ايش الكومبوننتس اللي فيها نستعمل؟ هل هي اول شيء فيها دي سي؟ لا لا، اذا في زيرو زيرو مش هيك؟ طيب هل هي اود؟ اود. اذا ايش ضل فيها بس؟ بس ساينس راح تكون مش هيك؟ هل فيها سيمتري انه اف اكس بلس باي بيساوي ماينس اف اكس؟ اذا شو بروح منها كمان؟ اذا ما فيش فيها غير فيرست وثيرد وفيفث وسيفنث وكلهم ساينس مضبوط؟ بس فيها هذول الكومبوننتس. اذا خلينا نطلع، انا بدي احسب تي اتش دي في بيساوي الكومبوننت، بدي اطلع في ار ام اس للسيجنال نفسها، وبعدين بدي اجمع هون في 3 ار ام اس تربيع زائد في 5 ار ام اس تربيع الى اخره الى ما لا نهايه. اول شيء اللي تحت اطلعها تحت الار ام اس تبعت هاي السيجنال كيف بحسبها؟ 200. هي نفسها 200 مضبوط. ليش؟ لانه هي من 0 لباي في 200، ومن باي ل 2 باي في كمان 200، فما في فتره ما كانش فيها فولتج مش هيك؟ فهذا كانه الباور اللي بعطيني اياها هي نفسها اللي هون، فصفت الفي ار ام اس لهي السيجنال 200. اذا هاي مش فيها مشكله، بقدر احط محلها. نعم. مش هاي في 1 ار ام اس صح؟ صحيح. 180 اللي هي 180 مش هيك؟ مضبوط مضبوط، مش السيجنال توتال صح. هذه اللي هي في 1 ار ام اس صحيح. طيب نرجع مرة ثانية، إذا في 1 ار ام اس لهي بدي احللها، اللي راح يكون أي واحد فيهم؟ راح يكون الأول مضبوط؟ هلا الأول كيف بدي أحسبه؟ بتتذكروا كيف حللنا هاي الويف فورم؟ إذا متذكرين في اوف تي بتساوي كانت 4 ام على باي مش هيك حللناها؟ وهذول صاروا عندي ساين أوميجا تي زائد 1 على 3 ساين 3 أوميجا تي زائد 1 على 5 الى اخره مضبوط. مين اللي بدي اياه انا تحت في في المقام؟ بدي اول واحد مش هيك. قديش المعامل تبعه؟ 4 ام على باي مش هيك. بس هذا بيك ولا ار ام اس؟ بيك. اذا شو بدي اعمل فيه؟ بدي اقسم عددين الاثنين. اذا في 1 ار ام اس بيساوي 4 في 200 على باي على جذر الاثنين. احسب لي هذا الرقم 180. اذا 180 فولت ار ام اس، هذا هون بقدر اشيله، محل هذا بدي احط 180 فولت. هلا نتطلع على اللي فوق، هدول انا ممكن هلا اخذهم واحسبهم من هون، بس في طريقه اسهل. ايش ممكن اعمل؟ اذا انا عارف الار ام اس تبعت السيجنال الكليه وطرحت منها الار ام اس تبع الفاندمنتال، شو بضل عندي؟ ماشي واضح عشان فاهمين شو الفكره؟ احنا بنقول انه الباور تبعت السيجنال بتساوي الباور تبعت الفاندمنتال اللي هو 1 زائد الباور تبعت الهارمونيكس مظبوط؟ او احنا اذا بنعملها بالجذر، اذا بدنا نكون دقيقين هي الجذر التربيعي، فبتصير عندي في ار ام اس تبعت السيجنال بتساوي في 1 تربيع زائد في هارمونيكس تربيع مظبوط؟ اذا انا بقدر اعمل الان، بقدر اطلع بالعكس، بقدر اطلع في هارمونكس تربيع بتساوي في ار ام اس تربيع ماينس في 1 تربيع واحطهم تحت الجذر. مش بصير اعمل هيك؟ اللي هي بتصير عندي، عندي انا 180 وهذيك حسبناها تبعت السيجنال هي نفسها قديش؟ 200. اذا صار عندي في هارمونكس ار ام اس بتساوي الجذر التربيعي ل 200 تربيع ناقص 180 مضبوط؟ واضح شو اللي عملناه هون؟ طبعا هذول كلهم اورثوغونال نفس الطريقه، فاحنا بنقول انه 180 اللي هي الفاندمنتال تربيع زائد الهارمونكس تربيع بدها تساوي الار ام اس تبع السيجنال. هلا عكسناها هون، حطينا هذا ناقص 87، بتطلع قديش؟ 80 87 فولت ار ام اس. فالان بصير عندي التوتال هارمونيك ديستورشن في بيساوي هذا عندي هون 87 على 180 قديش بيطلع؟ 0.48
0.4 لا كامل نعم مظبوط. طيب 0.4 8 شو بتمثل؟ تمثل التوتال هارمون. هي للاسف انها مش الباور، مش نسبه الباور، هي جذر نسبه الباور. نسبه الباور شو راح تكون؟ ربع ربع هاي شوف 0.23. اذا الباور اللي موجوده بالهارمونكس هي 23% من الباور الموجوده فيه بالفاندمنتال. هذا بالنسبه للفولتج، لسه ما حسبنا الكرنت.